ميسكو القهوة يعد خيارا ممتازا للعناية بالبشرة، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من الجذور الحرة، مما يقلل من التجاعيد والعلامات الشيخوخة المبكرة. استخدامه بانتظام يساعد في بقاء البشرة نضيرة وشابة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل ماسك القهوة كمقشر طبيعي لإزالة الخلايا الميتة، مما يساهم في تجديد البشرة ويجعلها أكثر نعومة، ويساعد أيضاً في فتح مسام وتنظيف الشوائب، مما يقلل من ظهور حب الشباب ويمنح البشرة مظهراً صحياً. ومن مميزاته إنه يخفف الهالات ومن مميزاته إنه يخفف الهالات السوداء والانتفاخات تحت العين بفضل الكافيين الذي يحسن تدفق الدم. يمكن استخدامه عبر مسجه مع زيت الجوز الهند أو العسل ووضعه بلطف تحت العين لبضعة دقائق. لتحضير مسك القهوة يمكنك خلط مسحوق القهوة مع زيت الزيتون أو الزبادي وتدليك البشرة به بلطف وتتركه من 10 دقائق إلى 15 دقيقة. هذه الطريقة تمنح البشرة إشراقة وحيوية وتضفي عليها لمسة طبيعية من الجمال والنضارة.